مساء الخير، حلقة جديدة من فولو أب ومجموعة منوعة من القصص اللي لاقت تفاعل بسوريا وبالوطن العربي. بأول قصة لليوم، أهل الشمال السوري يتنفسوا الصعداء، أبو عمشة موقوف عن كافة أعماله. بقصتنا الثانية، الإعلامي إبراهيم عيسى بيقول الصعيديات كانوا يلبسوا ميو وكات، وصعيدة بيردوا. جاي النهاردة أوجه رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى اللي طلع يتكلم عن نساء الصعيد. وبقصتنا الثالثة، سفير بريطانيا بيتحول لحكواتي بالمغرب. وبآخر قصة، عبد الباري عطوان بيواصل التنقل بين أحضان القتلة. خلونا نبلش. خبر انتظروه السوريين بالشمال لسنوات، يمكن أخيراً صدر قرار اللجنة الثلاثية اللي شكلتها غرفة عزم. نظرياً من اليوم وقف النهب الممنهج، من اليوم وقفت السرقة، من اليوم وقف استغلال واستعباد الناس، من اليوم سقط القائد المغوار، من اليوم ما ضل شيء اسمه أبو عمشة. اللجنة الثلاثية الخاصة بالتحقيق مع أبو عمشة قررت عزل محمد الجاسم الملقب بأبو عمشة عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، وذلك بعد أن ثبت عليه في الدعاوى المقدمة ضده بخصوص عمليات سرقة وابتزاز واختيال وفساد. وقالت اللجنة كمان أنه هالقرار تجنيباً للمنطقة من احتمالات اقتتال ودماء وفتنة. مو بس أبو عمشة، شركاء أبو عمشة بالفساد كانوا ضمن قرار اللجنة، مثل أخوة أبو عمشة وليد حسين الجاسم الملقب بسيف، ومالك حسين الجاسم الملقب بأبو سراج، وأحمد محمد خوجة، وعامر عذاب المحمد، وحسان خالد السطوف. وجميعهم مثل ما قالت اللجنة ثبت تورطهم بالدعاوي المقدمة ضد أبو عمشة. اليوم انتهت حكاية أبو عمشة. من اليوم إذا تطبق هالقرار رح نقدر نعيش بشوية أمان بعيداً عن التسلط. أبو عمشة اللي كان فارض سيطرته وسطوته على الشمال، أبو عمشة درس لكل واحد ممكن يفكر بالتسلط على الناس. صحيح اللجنة ما حاسبت أبو عمشة، هي بس عزلته، بس أكيد الكل بالشمال بيتمنى أنه يتم محاسبته على كل الجرائم اللي كان متهم فيها. خلونا نشوف السوريين كيف علقوا على خبر عزل أبو عمشة. التعليق الأول معنا من محمد، قال: لما الاستغراب؟ أبو عمشة وأمثاله هم حالة مرحلية، كأي شيء يستعمل لفترة ما ثم تأتي مرحلة أخرى جديدة تتطلب اختفائهم عن الساحة وبروز بيادق جدد يتناسبون أكثر مع المرحلة الجديدة القادمة. من نصب أبو عمشة وثبته وجعله كحالة طغت وهيمنة على المحرر هو من يقرر متى وكيف ينهي، وما اللجنة سوى وسيلة من عدة وسائل، ومع كل ذلك فلا يسعنا سوى أن ندعم قرار اللجنة لطالما أنه يسير بالاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا. أما أمير فعلق وقال: وماذا عن عشرات الملايين الدولارات بحق الشعب السوري أو حق الشعب السوري؟ تعليق من خضر: نثني على الجهة التي تحارب وتعزل وتحاسب الفاسدين واللصوص والمتسلقين على ظهر الثورة، هذه بداية خير إن شاء الله، وما نريده هو أن تصل هذه المحاسبة لأكبر فاسد من قادة الفصائل، وحتى أن تصل إلى الائتلاف والمعارضين الفاسدين والعملاء وكل من يهون عليهم دم الشهداء. أما علي فعلق: المعلم أبو عمشة ما حدا يقدر يشيله القصة، وما فيه الزلمة بده يتفرغ لدراسته ومستقبله بمعهد محو الأمنية. الكاتب والمفكر الأمريكي تي إس إيلوت يقول بما معناه أن حضارة وثقافة شعب مستمدة بشكل أو بآخر من الدين والعادات والتقاليد التي نشأ عليها هذا الشعب أو ذاك. تي إس إيلوت مو كاتب عادي، حائز على جائزة نوبل للآداب بعام 1948، يعني بيعرف منيح شو عم يقول، مو مثل مثقفي الصدفة اللي صرنا عم نتفركش فيهم هاليومين، واللي معتبرين حالهم مثقفين ولا يجوز
أن نمس بأفكارهم العظيمة أو حتى نناقشهم فيها. الكاتب الكبير الفذ العظيم وبقية الديباجة طبعاً إبراهيم عيسى كان له حضور بعد ثورة يناير وقدم بوقتها برامج مميزة، لكن فجأة تم إيقاف برامجه ليغيب عن الشاشة لأكثر من 3 سنوات. رجع إبراهيم وعودته كانت بتشبه عودة الابن الضال، رجع بقوة مع العهد الجديد، وبهالعهد ممنوع تنتقد الريس وممنوع تنتقد الجيش، كمان أيضا تنتقد الأمن وممنوع تنتقد الحكومة. وبهيك حالة ما بقي قدام إبراهيم عيسى وعدد كبير من مثقفي وأعلامي الصدفة إلا الدين. حتى الأزهر اللي كان شوي حيادي أو يمكن محابي للعهد الجديد ما سلم من انتقادهم. إبراهيم عيسى رجع حامل أفكار وآراء دينية جديدة ومثيرة للجدل وبده يغير كل شيء. بلش بالهجوم على المشايخ الأزهر ونشر أفكار منافية للقيم الدينية والاجتماعية، وآخر ما قاله إبراهيم عيسى: إذا كنت من مواليد الستينات أو السبعينات في المنيا أو سوهاج أو الصعيد ستجد صورة لجدتك أو والدتك ترتدي المايو أو الكت، وأقول لك أنها لم تكن عاصية ولا فاسقة ولا متبرجة ولا كل المصطلحات اللي درسوها في ذهنك من السبعينات لحد دلوقتي. بدقائق صار كلام إبراهيم عيسى ترند بمصر، وطلع آلاف المصريين وهاجموا عيسى ونشروا عشرات لصور نساء مصريات مسلمات ومسيحيات أيام السبعينات بالبردة اللي هو الزي المصري التقليدي، وأكدوا أنه لا بالستينات ولا بالسبعينات كانوا الصعيديات يلبسوا هاللبس. الناشطة أميرة محرم شهابي هاجمت إبراهيم عيسى ونشرت فيديو طويل رد على عيسى. خلونا نشوف الفيديو ونشوف شو قالت أميرة. إبراهيم عيسى اللي طلع يتكلم عن نساء الصعيد ويقول إن نساء الصعيد من محافظة سوهاج ومحافظة أسيوط وقنا أيام الستينات كانت الستات بتطلع بالميوه وبتطلع بالقط. النهاردة لي الشرف إن أنا ألبس لبس نساء الصعيد، لبس جدتي ولبس أمي، وأطلع بيه قصاد العالم كله وأقول لهم شوفوا لبس نساء الصعيد اللي هو بيقول إن أيام الستينات إن الستات كانت تطلع بالميو. الستات عندنا في الصعيد أيام الستينات ما كانوش يطلعوا بالميو، لا ولا ما يعرفوهوش، إحنا بنطلعوا كانوا بالبردة، أمي وستي بيطلعوا بالبردة اللي أنت ما تعرفهاش برضو. دي البردة، البردة دي طولها 5 متر وعرضها 2.5 متر ما تعرفش حتى تطبقها. دي البردة اللي بتلبسها نساء الصعيد، دي البردة اللي بيطلعوا فيها، وبعض المحافظات بيسموها الملس. شرف ليا أنا بنت الصعيد إن أنا ألبس البردة بتاعت أمي وبتاعت ستي قصاد العالم كله عشان أقول لهم أوعوا تصدقوا الإعلام المضلل اللي بيتكلم عن نساء الصعيد وبيشتم فيهم ويهين ويقول أيام الستينات متصورين وبيطلعوا بكتافي، ويخص بالذكر محافظة سوهاج ومحافظة أسيوط ومحافظة المنيا. أنت تعرف إيه أنت عن نساء الصعيد ولا ستات الصعيد ولا تاريخ أجدادنا؟ وغير هالفيديو انتشر عشرات الفيديوهات والصورة اللي هاجمت عيسى. خلينا نشوف بعض التعليقات اللي إجت على هالموضوع. عن تعليق من أحمد قال: إبراهيم عيسى بحربه على الدين اتضح لنا بأنه مشروع جديد لنشر الإلحاد والشذوذ والفسق في المجتمع المصري تحت مسمى الحريات. عاوزين نشوف صورة لأمك أو لأختك ولبنتك بالمايو يا إبراهيم يا عيسى، خسارة في اسمك. عثمان جلال عثمان قال: مين اللي هيحاسبه إن شاء الله؟ المستشارين بتوع الصعيد ولا النواب اللي بيتكلموا عننا؟ ده إذا كانوا بيتكلموا أصلاً يا إبراهيم. أقسم بالله العظيم إني في نساء حالياً بل بنات ما يعرفوش المينجيب أو الميوه اللي أمك كانت بتلبسه وهي قاعدة تبيع شوية البتنجان. عثمان بيومي مستشار نفسي علق وقال: بلاغ إلى سعادة النائب العام ضد المدعو إبراهيم عيسى لنشره أخبار كاذبة عن جدتي، حيث أني من جيل الستينات ولم أجد صورة واحدة لجدتي بالميوه كما ادعى. أما تعليق آخر: معنا ليس على المريض حرج، اللي كانوا يلبسوا أمه وجدته لا ينطبق على ستات الصعيد وغير الصعيد،
وحتى في الإسكندرية كانت محتشمة، وجدتي حتى لو في زمن البعيد لو مش محجبة إنما كان لازم الإشارة. آخر تعليق كان من محمد: أبو شناب أو أبو شنب رفض الحملة اللي شنها المصريين على إبراهيم عيسى، وقال: يا قوم ما ينفعش ننزل لمستنقع إبراهيم عيسى. السفراء بكل دول العالم بيحاولوا يقدموا صورة جميلة عن بلدهم، يعني شغلهم مو بس دبلوماسي، هنن بدهم يقدموا بلدهم بأحلى صورة ممكنة. طبعا هالحكي ما بينطبق على سفراء أسد اللي صاروا مخبرين. المهم سفير بريطانيا بالمغرب وبنسخة الأولى من مهرجان مراكش الدولي لفن الحكي شارك بالمهرجان وترك انطباع حلو عند المشاركين. السفير سيمون مارتن تحول إلى حكواتي بساحة جامع الفنا بمراكش، وتم توثيق فيديو للسفير وهو عم يقوم برقصات بالمهرجان وبحضور حشد كبير من الناس. لبس مارتن لباس الساحر وتنقل بين الناس. قالوا الناس إنه مشاركة السفير كانت من أمتع الفقرات. خلونا نشوف الفيديو. I am not a storyteller, but I want to tell you about a love story. أنا مش حكواتي ولا إني بغيت نعاود لكم على واحد القصة الحب. It is a love story between my country and the beautiful city of Paris. يعني لما سفير دولة عظمى بيشارك بهيك مهرجان وبيمشي بين الناس وبيتقرب من الجمهور، طبعا هذا أسلوب ذكي بالتواصل والتقرب وبناء الجسور بين الثقافات، ناهيك عن كسب قلوب الناس وهو الشيء الأهم طبعا. خلونا نشوف شو علقته على هالموضوع. عنا أول تعليق بيقول: يرتدي بدلة الساحر ويتقمص شخصية الحكواتي، سفير بريطانيا بالمغرب سيمون مارتن بساحة جامع الفنا بيقدم عرضا فنيا بمهرجان مراكش الدولي لفن الحكي لخدمة بلده كل شيء يهون في بلد فرانكوفوني تتسع فيه باضطراد قاعدة المطالبين بإحلال اللغة الإنجليزية محل الفرنسية. أما إبراهيم فعلق: هذا الشخص الذي يرتدي لباس الساحر في ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش ليس مهرجا وليس سائحا يختبر مواهبه بفن الإلقاء، هو سفير بريطانيا بالمغرب سيمون مارتن. تقمص دور الحكواتي وحكى لأهل مراكش قصة حب جمعت رئيس وزراء بريطانيا الراحل وينستون تشرشل ومدينة مراكش. أما يونس فعلق: سفير دولة عظمى مثل بريطانيا وفي دولة عربية بيختلط بالناس بساحة عمومية بدون حراسة وإجراءات أمنية مشددة، مشهد لا يمكن أن تراه إلا في المغرب. قصتنا الأخيرة عن المناضل القوي، المناضل الوطني، المناضل العتيق عبد الباري عطوان. عبد الباري من بعد ما أخذ شهرة صار يتنقل من حضن الحضن وبيقعد بحضن اللي بيدفع أكثر. مبارحة كان عبد الباري بحضن روسيا، ما بنعرف ليش، اللي بعرفه روسيا ما بتدفع ولا شيكل. المهم كتب عبد الباري تغريدة قوية على أساس يعني قال فيها: سفير أوكرانيا بلندن بيقول إنه بلاده قد تتخلى عن الانضمام لحلف الناتو لتجنب الحرب مع روسيا وحكومة بريطانيا تؤيد. وتابع عبد الباري: هي بداية التراجع ومؤشر على انتصار أبو علي بوتين، ما بفل الحديد إلا الحديد، وإجاك مين يعرفك يا بلوط. عن جد إجاك مين يعرفك يا بلوط، شبك يا زلمة؟ هلأ روسيا هي اللي بتعرف البلوط؟ مو هي روسيا نفسها اللي طلعتها أمريكا من أفغانستان، مو أنت يلي كنت وقتها بتعرف البلوط وكنت مع صاحبك بن لادن؟ يا رجل غريب إنك تنبسط إذا دولة غزت دولة تانية، يا رجل رح يموت فيها أبرياء. في سوريا وقفت مع القاتل وانبسطت إنه موت السوريين، وباليمن كمان وبالعراق وهلأ بأوكرانيا. عن جد شبك عبد الباري؟ بجد الكل صار يعرفك، هلأ أنت صرت كرت محروق وبخجل إلك كلامك متل شو صاير، عن جد بخجل. أما التعليقات اللي إجت على كلام عبد الباري،
فإن تعليق الأول من مصطفى: لا تشد على حالك زيادة عبد الوهاب نصيرات، بدك أوكرانيا تتراجع خايف على روسيا تتبهدل؟ أما بالنسبة لسامر فعلق: عامة من التحليلات الدونكشوتية والعطوان شيتية. أما مراد فقال: وزير الخارجية الأوكراني تبرأ من كلام السفير، جاك الرد يا صفوي. أما أبو حسن فعلق: أبو علي بوتين باقي تقول عليه السلام آخر، أو باقي تقول عليه السلام. آخر تعليق من نبيل اللي قال: نفسي تزبط معك مرة، كل حكيك تخبيص بتخبيص. وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، لا تنسوا تتابعونا على أوريانت وأوريانت بلس. منشوفكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. سلام.